والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد ما تعرفنا عن الجافا سكريبت نمبرز ميثودز، ندخل على جافا سكريبت ماث أوبجكتس. وجافا سكريبت بصراحة بتسمح لك بإنك الماث بيسمح لك الماث أوبجكتس في جافا سكريبت اللي هي التولز اللي بتديها لك جافا سكريبت علشان تبرفور أو علشان تشتغل على ماثيماتيكال اوبريشنز على الارقام، علشان يعني مثلا العمليات اللي بتخليك اللي بتجريها على الارقام. واولهم بيكون الماث باي، الثابت باي. باي طبعا انت عارفه الثابت الرياضي باي اللي هي ايه قيمه الثابت باي. لو كتبت انت ماث دوت باي هيدي لك القيمه بتاعه 3.14% الثابت المعروف. وده واحده من ضمن الحاجات المحجوزه برضو عند الجافا سكريبت. لو انت كنت محتاج تجيب قيمه الثابت باي، ماث دوت باي البي كابيتال والاي كابيتال طبعا وما بينهم دوت. الجانب الثاني ماث راوند، ماث دوت راوند. الطريقه دي تجمع بيقول ريتيرن ذا فاليو اوف اكس راوند تو نيرست انتجر، ذا نيرست انتجر. بتحاول تعمل بترجع القيمه راوند تو، يعني بتجربها لاقرب عدد صحيح. وده بتمشي مع التجريب اللي احنا نعرفه في الجبر، في الجبر التمهيدي. يعني انا عندي 4 و4 فمش هتتجرب، عارف لو كانت 4 و5 هتتجرب لاقرب رقم صحيح بيكون عباره عن رقم 5. المهم انها بتعمل راوند، يعني ايه لو كان في كسر عشري فبيتجبر وبيوصل لعدد صحيح. والله لو من 5 فما فوق هيتضاف بواحد على الانتجر، القيمه الانتجر. والله لا من 4 فما تحت هيتحذف الكسر العشري ومش هيتضاف على الانتجر. ده اللي بتعمله الميثود راوند يا جماعه. الميثود اللي جايه بتكون عباره عن الماث بي او دبليو ديت باور اوف واي. طبعا عليها اثنين بارامتر اكس وواي. Return the value of x to the power of y. يعني ايه x دي الاس طبعا اللي هي القوة، يعني x للقوة y. يعني ده عبارة عن الرقم اللي انت عايز تجيب له القوة، وده عبارة عن القوة اللي هتتحط على الرقم. يعني كده ايه 8 اس 2 او 8 القوة 2، 8 مرفوع للقوة رقم 2 معناها 8 تربيع، فده بيديلك القيمة 64. انت لو حاولت تشتغلها مثلا اهو بمثال زي 3 مرفوع للقوة 3 فده معناها 3 اس 3 فهيدي لك 27 وهكذا. ده بالنسبة للباور او للقوة ان جافا سكريبت. زي ما في يكون في قوة لازم يكون في جذور، ده السكوير روت. طبعا انا بتكلم عن السكوير روت. السكوير روت بمعنى ايه؟ السكوير روت الجذر التربيعي للاكس. ده ليه بارامتر واحد اللي هو البارامتر اللي انت بتكتبه اكس. ده ده بالنسبه للبرامتر اللي انت بتكتبه ده هيتجاب له الجذر التربيعي. لو انت لو كتبت مثلا ماث سكوير روت ال 64 زي ما هو كان موجود عندنا فهيرجع لك القيمه 8. انت عايز تجيب الجذر التربيعي للقيمه اللي انت كاتبها دي. تمام اوكي. الميثود الجاي بيكون عباره عن اي بي اس. اي بي اس للابسوليوت. ده بترجع لك الابسوليوت بوزيتيف فاليو، القيمه الصحيحه. عارف انت القيمه الصحيحه او العدد الصحيح يعني بيكون دايما موجب، القيمه الصحيحه الموجبه. فبالتالي لو كان عندك ناتج سالب وانت عايز تجيب العدد الصحيح بتاعه ها فبتحاول او اقصد يعني العدد الطبيعي زي ما بيقولوا كده. فبيحاول الاصر في الاعداد الطبيعيه ان ما فيش اعداد سالبه. يعني انت عندك شجره واحده ما عندكش مثلا سالب شجره، لان يعني انت في وجود لاعداد صحيحه موجبه واعداد صحيحه سالبه. الاعداد الصحيحه الاعداد الطبيعيه ما فيش فيها اعداد سالبه. يعني اعداد سالب 4 ينتمي لمجموعه الاعداد الطبيعيه. مثلا سالب 4 ينتمي لمجموعه الاعداد الصحيحه. سالب 4 لو انت جربت المثال ديت فالطريقه ديت بتحاول تطلع الجزء الابسوليوت، الجزء طبيعي ها، الجزء البوزيتيف الموجب انه 4 و7 من 10. ده حتى لو كان برضو 4 لو كان في ده في ديسمال ده كان في رقم 10 فايه الامور برضو سيان. يعني الميثود اللي جايه بتكون عباره عن سي اي اي ال. سي اي اي ال ده تجمع ريتيرن ذا فاليو اوف اكس راوندد اب تو اتس نيرست انتجر. بتعمل راوند اب، اول ما تشوف اي علامه على الشيء بتعمل راوند اب 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 على طول دايركت للاقرب عدد صحيح. حتى لو بصيت كده يعني هي شغاله على 4 و7 4 و7 كده هتشغلك برضو كانها راوند. طالما في كسر عشري بتعمل راوند اب على طول ها، او راوند اب الاقرب رقم الاقرب انتجر. حتى لو كانت 4 و1 4 و1 برضه هتخلي بالك 5 بتعمل راوند اب على طول يا جماعه ها. اول ما تلاقي في بوينت او تلاقي في ديسيمال بتعمل راوند اب على طول. تمام بيجي تحت منها دايركتلي وعلى خلافها بتكون عباره عن فلور ارضيه بقى ها. دي بتعمل راوند داون اتس نيرست انتجر، بتموت الكسر العشري، بتموت الجزء الظاهر من الكسر العشري حتى ولو كان اكبر من حتى لو كان من 5 فما فوق. يعني واحد هتقول لي بتجرب لواحد، طب لو كانت 7 برضه هتعمل راوند داون فهتموت لك السبعه وتخلي لك الاربعه. ده اللي بتعمله الميثود فلور. الجانب الميثود اللي جاي بتكون عباره عن الماشي الساين الجيب والكوزاين الجيب التمام الجتا
ويعني دولت دول هندسيه، واحنا مش بصدد ان احنا نحكي فيهم لان ده مشوار تاني خالص خالص خالص. الجانب التاني بيكون عباره عن ماس دوت مين وماس دوت ماكس. ده بيدي لك من اسمهم كده بيختاروا اكبر قيمه في رينج من او في متتاليه من الاعداد. يعني لو انا كان عندي متواليه زي كده ماس وقلت 0 و10 و20 و5 وسالب 1، اقل رقم فيهم بيكون عباره عن سالب 1 عشان بستخدم ماس دوت مين. وعلى الكونتراست بالظبط لو انا كنت بستخدم ماس دوت ماكس هيختار لي اكبر قيمه اللي هي بتكون عباره عن 520. ده الجانب. الجانب الثاني بيكون عباره عن الماس دوت راندوم. راندوم بتحاول تعمل جنريت لرقم عشوائي من صفر لواحد، يبقى هي بتشتغل دايركت. لو انا صحيت السطر الجميل ده هلاقي انها بتعمل جنريت لرقم دايركت، يعني هي بتولد الرقم ده بشكل عشوائي. طيب انا يعني بصيت كده 3 2 2 5، لو انا نومتها وصحيتها تاني هتلاقي الرقم اتغير. هي بتعمل جنريت للرقم ده بشكل عشوائي. وطبعا جافا سكريبت لا زال فيها مجموعه من البروبرتيز. احنا ممكن نكون اتكلمنا في الميثودز بشكل اساسي، اتكلمنا مثلا عن الاي بي اس واتكلمنا عن السيل والفلور، ولسه في طبعا دوال خاصه باللوغاريتمات ومنه ماكس والباور والراندوم والراوند والساين والكوزاين والتان. الكلام ده كله موجود، الزاويه وجيب التمام واللوغاريتمات، كل يعني مجموعه الدوال الفانكشنز الاساسيه في الرياضه بتكون موجوده. غير انت ممكن في الريجولار اكسبريشنز تركب اللي انت محتاجه، يعني ايه المساله فليكسبل خالص، وجافا سكريبت سبورتد لامور جدا مختلفه. وبالمناسبه هتلاقي الكلام ده اكستندد معاك في جافا. لو انت كنت بتكتب جافا اوبجكت اورينتد هتلاقي الكلام ده موجود. فيعني في الغالب الامور ديت او فهمك للحاجات ديت هيفيدك، حتى لو ما كنتش انت ناوي تشتغل على او ناوي تشتغل على اي بروجرامنج لانجوج. فده دوار رياضه اساسا يعني. بس هم كلماتهم المحجوزه في قلب جافا سكريبت. الكلام ده ممكن تلاقيه متشابه بين لغات برمجه مختلفه. الميثودز ديت بمثابه ثوابت، لكن انا عشان اشرح الكلام ده مضطر اني نشرح رياضه. فاذا جاء الحديث عن حاجه من دول ممكن نتكلم عنها ان شاء الله، بس مش راح نتكلم عن الكونتراستس ديت او البروبرتيز بتاع الثوابت في قلب الجافا سكريبت، لان كده كده اساسا عباره عن ثوابت رياضيه. يا رب اكون وفقت في توضيح المفهوم البسيط ديت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.